بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رمضانيات مع جهاد الأطرش. رمضان كريم، ندعو الله أن يغمر هذا الشهر بخيراته وبركاته الأمتين العربية والإسلامية. كما أن الصوم هو تقرب إلى الله تعالى ويمنح الصائم أملاً في الثواب، هو أيضاً أكبر مساعد له للتخلص من أي مشاعر سلبية موجودة لديه. الكل يعلم أن الامتناع عن تناول الطعام والشراب وممارسات متعددة خلال النهار يتطلب صبراً، ويساهم هذا في مضاعفة قدرة الصائم على الاحتمال، الأمر الذي يساعده على مواجهة ومقاومة العديد من العوارض المرضية النفسية التي قد تظهر في حياته. فالصبر له آثار إيجابية على تقوية الإرادة التي يفتقد إليها كل مرضى النفس، والصوم كذلك بما يمنحه للصائم من مشاركة مع الآخرين فيه، وما يتضمنه من عبادة وأعمال صالحة يبعد الصائم عن أي عزلة قد تسبب له الاكتئاب أو الحزن. من عادات المسلمين حول العالم في الشهر الفضيل، نتحدث اليوم عن بعض التقاليد والعادات في الصين، حيث تنشط جهود التوعية الدينية المتعلقة بالصوم وآدابه قبيل حلول شهر رمضان المبارك وتستمر خلاله، ويحرص الصائمون على عدم تناول طعام الإفطار إلا بعد الصلاة، ويكتفون قبل ذلك بتناول تمرة مع كوب من الشاي. وفي بعض التجمعات الريفية يكون صوم رمضان إلزاميا للإناث بدءا من سن 9 من العمر، وللذكور بدءا من سن 12. من الأقوال عن الصوم والشهر الفضيل: الصيام أدل الأعمال على قوة إخلاص العبد، الصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. وهذا بعض الشعر عن الصوم والشهر الفضيل: ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب، الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب، الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب، الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب، شهر العزيمة والتصبر والإبا وصفاء روح واحتمال صعاب. يمكننا القول إن الصوم هو علاج بحد ذاته ومفيد لصحتنا. في هذا الإطار يقول الدكتور أليكسيس كاريل، الحائز على جائزة نوبل في الطب، في كتابه المشهور الإنسان ذلك المجهول: إن كثرة وجبات الطعام تعطل وظيفة التكيف، مع قلة الطعام التي أدت دورا عظيما في بقاء الأجناس البشرية، ولذلك كان الناس يلتزمون الصوم والحرمان من الطعام. ويشبه بعض الأطباء ما يفعله الصوم بأجسامنا كوقفة الجيوش أثناء الحروب، حيث إنها بعد أيام من الحرب تبدأ في التخلص مما يعوق حركتها من حطام وركام، وتستعيد ما فقدته من معدات أثناء المعركة بأخرى غير متضررة. وهذا هو الشيء نفسه الذي يقوم به الصوم تجاه أعضائنا الحيوية، فيتم تخليص الجسم من السموم المتراكمة، مما يعطي هذا الجسم نشاطا واتزانا في وظائفه الفيزيولوجية. صمت الصائم تسبيح
ونومه عبادة، ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف. حديث شريف. وإلى اللقاء مع الرمضانيات وجهاد الأطرش. وجهاد